أجمع مشاركون في معرض جدة الدولي للكتاب أن السمة الأبرز لمحتوى العديد من الكتب خاصة للكتاب الشباب بدا عليها عدم جودة المحتوى وكثرة الأخطاء الإملائية، وأرجع المشاركون السبب إلى الاستعجال في النشر واللحاق للمشاركة في المعارض المحلية. المحتوى العام للكتب تلاحظ فيه العجلة للنشر، تلاحظ فيه بعض الأخطاء اللي لو الكاتب أو دار النشر تمهلت في نشرها راح تكون بشكل أجمل، كانت راح تكون بشكل أجمل. ويرى مشاركون في معرض جدة الدولي للكتاب أن الاستثمار في دور النشر لم يعد مجديا مثل السابق. الاستثمار في النشر يبدو لي في الفترة الأخيرة غير مجدي إلى حد كبير، تداخلت أمور صناعة النشر الحديثة بالقديمة، الصناعة الورقية بالصناعة الإلكترونية مثلا، أصبح كثير من الأشخاص يعتمدون على التسويق الإلكتروني في النشر، تحولت بعض الكتب إلى سياقات أخرى مختلفة اللي هي الكتب الإلكترونية وإلى آخره. فيما ذهب آخرون إلى أن هناك زيادة ملحوظة سجلت في طباعة الكتب سنويا في الخليج. لما تشوف السوق محتاج لهذه الكتب، خاصة إذا كانت كتب جميلة، متعطش في السوق الخليجي، متعطش لهذه الكتب، فإحنا نحاول نوفر الكتب خاصة إذا كانت من كتاب أقوياء ولهم شعبية، فنحاول نغطي السوق. معرض جدة الدولي للكتاب الذي يعيش يومه الثاني يشهد إقبالا عاليا من الجمهور، إضافة إلى حضور دور نشر عربية عدة وصفها البعض بالثقيلة في هذا المجال. نواف القثامي، العربية، جدة.